شمس اف ام. شمس اف ام، وين انتي وين احنا. انا حبيت نسالك شنو اصعب حاجه مع لقيتها في السبيكتاكل هذا، انك تلقى لو فيل كوندكتور اللي يلم هذاك الكل، انك معناتها النص فين صعب تاع المسرح. انا مش نقول مسرحيه، خاطر هو سبيكتاكل يعني سبيكتاكل. وكيك احنا داير نقدموها كيك، يعني لا سيم توت فيها كيك، يعني مش مشكل. انا فرجه وين بون ديما الصعيب من الاول، مثلا في الخدمه انك تلم توا احنا عندنا فرصه باش نسمعهم. نعمان حمده، مريم صياح، انسه داوود، ومجاور باستي الممثلين، وليد سلطان ورياض العروس مغنيين، وحمزه زرندين ميوزيسيان جيتاريست الكتريك. دونك ديجا ديجا تشوف انه فما تكوينه تركيبة مش سهلة، معناها باش تجي المغنيين تقول له راك ساعة المغني باش تقول له راك باش تبرد 7 سوايع في النهار وباش تستنى، وراه ما نعرفوش بالضبط وين ماشيين إلى آخره. هو ماهيش في ثقافته المهنية وماهيش في ثقافته، هو يخدم أون جينيرال، يجي ويعطي له بارتيسيون نتاعه ويغني يبرد 3 سوايع. دونك ديجا من الأول لازمك تلم هالمجموعة وتكون مجموعة معناها هوموجين وتحكي بنفس اللغة، معناها حتى المسرح والموسيقى يوليو حاجة واحدة، يعني يعبروا بنفس الطريقة. معناها المتفرج كي انت تعمل سين بتاعك وبعدها فما غنية ولا في وسطها فما غنية، ما يحسش فما ربطور، يحس اللي يقبلها سيتان كود جديد عليه، أما يدخل يتفاعل معاه ويظهر له إلي هوموجين. وهذا سيتي دونك الأهم حاجة في الخدمة، هي كيفاش تخلق في فرجة كما قلت انت فيها أدوات مختلفة تكون منها حاجة واحدة، كيفاش لو سبيكتاكور يدخل فيها من غير ما يقول لا انا توا كي باش يجي تري في الاكستيري باش نخرج وبعد نرجع من بعد، يعني مونتالمون نرجع وقت اللي يجيني المسرح. سي لو باري، جو كرو لو باري ريسي. يعني ان تو ليكا انا الحاجة اللي شفتها معناتها وقت اللي حضرت، وشفت ناس من الاول يمكن دخلوا باش يتفرجوا في المسرح هذايا في بالهم باش يشوفوا تشخيص ليلى وليلى بن علي وزين بن علي فوالا، دونك جاو ونسمع في حس قوي جاو، ومن بعد نسمع في الناس ورايا جو لو دي يعني قاعدين ورايا باش نخرج انا باش نخرج هذايا 5 دقائق الاولانية، ومن بعد ناس بدات يقولوا شوي بشوي معناتها تدخل في دخلوا في الروح. وهذايا انا وني معاكم معناتها اللي شاركتوا المتفرج في العمل نتاعكم، من عارف شنو باركيل مويا ما حللتوش انا باركيل فينومين. المتفرج يلزم تخلق علاقه معاه، تخلق كل مشروع فرجاوي معناها في علاقه مباشره بين المتفرج سواء غنية ولا اللي هو، يلزم كل واحد عنده نوعية، عنده علاقة خاصة، يلزم المشروع يخلقها مع واحنا نخمو برشا في العلاقة هذه، مش نخمو في المتفرج نحبو نو لو سيدوي هكايا بيتمون باش يصفق علينا، نو نخمو كيفاش شنو هي نوع العلاقة اللي نخلقوها معاه باش يخمم معانا باش يدخل معانا في اللعبة ويقبلها ويقبل الكود الجديد اللي هو ممكن مش مستعد. اللي بديتوه انتم في حب ستوري مرة أخرى جوستومون، نحب نقول ميم دو مانيير سانوت، حتى في أعمال ما شاركتش فيهم أون فوا فما حاجة من لاباد سبيسيفيك نزود فيه، وقت اللي نتفكر تفرجت أم مشروع على أم كلثوم اللي عملوا مع أن إبراهيم في فرنسا ودار العالم أجمع إلا تونس، نرجعوا لمشاكل تكنيك إكسيتيرا اللي هو يضم عباد من العالم أجمع لبنان مصر بغيف. ديجا سيتي 50 سنة تاع تاريخ العربي اترافير ام كلثوم، دونك اوكور ان اوتر ديفي كالك دو شارل، اي اون ميم تان حاجه ساهل ممتنعه، حاجه من فرجه سبونتاني. اون فيت عنده اون بار تلقاها في حب ستوري، تلقاها في كوميديان، ديجا تلقاها هوني اون ابارونس لو سبيكتاك يظهر ليجي، اي اون فيت رابيدمون اون اي بري ونخطسوا في تساؤلات ونخطسوا في حاجات اعمق من اللي تظهر لنا. هذا سي تيبيك دو لا ميز اون سين تاع ان تو لي كا. هذول يعني هذول هكا هذول. انا مزال عندي سؤال اخر ليك انيس، اما جوست حبيت معناتها نضيف حاجه، انه لا سين كانت كلها معبيه يابي با دو بلان، معناتها ما فماش دي مومون، معناتها كان ما فماش شعر فما موسيقى، كان ما فماش موسيقى فما حاجات قاعده تتحرك، وانا قعدت زعما شنو المخبي برك لحظه
البروسيد هذوك معناتها نخمو في تعبتون شويه معناتها من انا اون ايتي با اون ايتي با فاسيل انيسا كيفاش انت حكيت على الديفي سيتي ان ديفي انك تجسد ليلى بن علي رغم اللي اون مو كوني با سور سين ما عملتش فيه اكثر ما فات الديفي كان مع شكسبير اكثر مع ليلى احنا لما حالها نرجع اللي قلته انت ما جسدناش جسدنا دي زاركتي حيوانات سياسيه تخيلناهم اللي هما بين ليدي ماكبيث وليلى بن علي ليدي ليلى بين ماكبيث وزين بن علي معناها صورنا دايوغ هما هذاك علاش فما ترانسفورماسيون فيزيك من الكوكور بالمكياج اكسيتيرا وهما خلاو هكا كيما في الفن التشكيلي نعملوا ان سبيس دو اون سبيس دو دو تراساج هكا رابيد اي تونسي نجم يتعامل معاه خاطر يمشي يجيب من ذاكرته يمشي يجيب من لي فانتازم وخدمنا برشا على لي فانتازم تاع التوانسه خدمنا على حاجات وثائقيه ومن جانب اخر خدمنا على الشارع شنو هو الشارع التونسي يتخيل من ليلى وبن علي وشنو هما لي كليشي وشنو هما لي فانتازم ايجابيين وسلبيين زاد وخدمنا عليهم دونك ان فيت je me suis beaucoup plus amusée من اني خفت en général j'ai des grands méchants c'est plus intéressant. justement خاطر توا معناتها نعرف اللي العالم العربي سيكون في مصر قاعدين نشوفوا شكون الفنانه اللي باش تجسد دور ليلى بن علي ونعرفوا اللي برشا فنانات يعني رغبت مي بون هوني لو رابور انا ما جسدتش ولو معناها لو رابور اي اون سي بعد من اوتر كوتي ندافع عليها كبيرسوناج دايوغ الصورة ماهيش مانيكان ماهيش أسود وأبيض فماش الأشرار بين علي وليلى ولي جونتي الشعب وإلا مجتهد فما صورة أكثر متناقضة وأكثر ونحملوها دايوغ نحملوهم زوز ديسكور يمكن ما عمره ما مخطر به لكن احنا سوسون دوكو بيرسوناج مثلا نشوفوا في المانيا الفيلم عنده قدر 7-8 سنين وي سي ان فيلم مانيفيك على لي ديرنيير زور دو هتلر في البونكير نتاعو وهو سيد معناها خسر الحرب وباش دونك حتى في المانيا اللي عندها 60 سنه تخدم على 70 سنه تخدم على الذاكره نتاعها التاريخ نتاعها وباش المانيا البلاد هذيك حاولت تطلع عليها ديكتاتور اكثر من ديكتاتور مجرم كما هذاك وقتل الملايين اتسيتيرا دونك قاعدين هما هذه الحاجه توجع بالحق مثل المانا مع سون بيتي مع الواحد في الحكايه مالغري سا صارت بوليميك كمان على الفيلم على خاطر هتلر في الفيلم ما قدموهش كان معناها مانيير كاريكاتورال ومجرم وحيوان لا يون دوني لا با دومانيتي نتاعو اي دونك باش تفهم حاولوا معناها يفهموا شنو هو ينجم يصير في مخ وفي الانسان كما هكا افيك دي دوكيمون هيستوريك بيان سور دونك علاش ممكن في تونس في تونس حتى قلت انت حتى ممثله ما تحب تمثل على خاطر من ناحيه نتصور اللي كاين فما تابو ما يحبوش قول لك انا تصويرتي غدوه اون جينيرال هذوك الممثلات نتاع خايفه على تصويرتها معناها بين خاطرش لو باش تجي مسلسل ما باش تجي مسلسل سوري ولا مسلسل مصري باش يعملوا ولا مسلسل تونسي باش يعمل ليلى بن علي ويمشي دون سونس دو بوال والشعب محلاه والديكتاتور كانه جاي من المريخ هذوك الكوبل هذاك لوكو هو جاي من خرج من الشعب التونسي والشعب التونسي مشى معاه وبرشا ناس سكتت وبرشا ناس مشات معاه وبرشا ناس يوم بروفيتي دو سيستيم نتاعو وبرشا ناس حلمت برشا بنات حلمت باش تولي ليلى وشكون كان يقرب بركة لعماد الترابلسي ويتقال هذا ويقعد معاه ويولي صاحبه ويعاونه في حاجة ولا يسر معاه في بقعة إلى آخره دونك الناس ما تحبش على خاطر ما تحبش تشوف تصويري على روحها وكا من ناحيه اخرى خاف من المرايه اي سبق هذيك ما تحبش ما تحبش تعمل مسلسلات لا تونسيه لا مصريه لا سوريه ولا كل عام يكلموها وتقول لهم ليه ما تخافش على تصويرتها نتاع بالمنطقه هذيك اي اي اي
من ناحية أخرى فما حاجة تظهر لي وقت اللي نحاولوا باش نطرقوا لا بيرسوناج غير بيرسوناج أوتو وقت اللي بيرسوناج ماهوش إيجابي. إذا أنت تشخصوا كحيوان إذا تنحيوا إنسانيته هذا وفاء معناها إلا با ريسبونسابيلتي عبد مهبول ولا عبد ماهوش إنساني ما عنده حتى ريسبونسابيلتي أنه يظهر لك أنت بالعكس تأكد على إنسانية الشخص تأكد اللي أي إنسان ينجم ينحرف وينحاز ويولي بن علي ويولي هتلر ويولي وهذا أهم على خاطر هذا يفيق من فيجيانس يغذي حاجة أنه بن علي نجم يكون أنا غدوة نكون عبد وهاي ودايور كيفاش نرجع لك هالحيوانات السياسية اللي احنا كوناهم فينالمون اليوم كي تغزل لهم احنا في جويليا باش خامو هكاكا اليوم فقنا اللي فما أدوات قاعدين نستعملوهم احنا في الجو نراو فيهم عند شخصيات سياسية أخرى اليوم دونك هذايا الاستبداد نجم يرجع بن علي فينالمون نجمو ناخذوه كأركيتيب بن علي آخر نجم يكون هو كان نمشيو بالكرونولوجيكمون راهو كان نمشيو نقارنو العامين الأولانيين نتاع بن علي والعامين الأولانيين ولا العام ونص نتاع السلطة بعد الثورة توا عندنا الحق باش نخافوا برشا خاطر بن علي ركح اللعب العميل الاولاني ولعب لنا لعبه الديمقراطي والانفتاح والعالم في 2013 مش العالم في سنه 80 اي دونك سي خاطر توا قاعدين نشوفوا ديجا في لي سين اللي حتى بن علي بين 87 و89 بروبابلمون بار كالكول باش يركحنا ما وراهم ليش وقت اللي واحد انتيلو ديمقراطيكمون بالانتخابات توصل المجلس التأسيسي وين فوا يوصل غادي يقول لك انا الديمقراطيه راهو انساوها قدوه كان ما فماش معناها حزب النهضه مش ممكن انه يكيت لو بوفوار غير سي حبيب خضر معناها في وسط المجلس التأسيسي يقول لك الديمقراطيه ما سابس نو باسخا با وهذاك علاش وليت تقول له في عشر انه السبيكتاكل هذا كان عنده قيمه في جويليا ما اليوم عنده نجم تكون لنا قراءه اخرى فما حاجه اخرى فما طرقنا بورقيبه وفيكور تاع بورقيبه اللي توا عندها بشويه حرام انك تقول كلمه خايبه في بورقيبه اذا احنا ما نجمش نحلوا التجربه البورقيبيه بسلبياتها اللي هي زي موقف شخصي معناها حضرت بن علي كلها معناها عادش عملنا مازلنا خايفين وهنا جادين في بول ونحبوا المنقذ الاعلى يجينا معناها بورقيبه تنجم تقول اللي مسؤوليته هذا موقف شخصي انا جستيم اللي بورقيبه معناها مسؤوليته اكبر على خاطر il s'est positionné عن وعي في برشا مسائل والاطار اللي هو بناه وقتها مازلنا عايشين عليه مازلنا عايشين عليه بايجابياته ومش نعيش عليه في سلبياته الكبيره واذا ما نحلوش معناها سبيكتاكل اللي ما يخلي ما يخلي ما يخلي حتى حد لا بورقيبه ولا بن علي ولا تاريخنا بالطبيعه انه بو كانتيريسي التوانسه وفي نفس الوقت سي سور ماهوش سي اكزاكتومون هذيك علاش قلت لك اللي يخرج من المسرحيه انا شفت ناس كل معناتها ما عندهمش يحكيوا خرجوا عبيهم مخاخهم يعني وقام بالخمر معناتها فوالا سي ان سبيكتاكل كي بوس على ريفليكسيون يقول لي هذا هو قيمه الفن ثم سيري دو ريبريزونتاسيون تبدا غدوه من 1 الى 10 مارس في سقاعة الفن الرابع الوطني في ناس باريس دونك لي ميت كل افونتور نهار الاحد مع الخمسه تاع العشيه ثم نيميرو دو ريزرفاسيون 29 49 89 49 29 49 89 49 وبربي نحسوا على المواقع الاجتماعيه وعلى الباج نتاعنا ماكبيث ليلى عندان بلود هيستوري في فيسبوك على خاطر فما برشا دي سيربريز ياتو اي اوسي دي جو تي كوب هوني خرجنا على النطاق المعتاد حتى ندخل على الباج فيسبوك ولي جو من وقت حب سوريا اما من وقت حب سوريا ما توا معنا كيما قلنا معناتها الواقع مش واقع اللي شفت فيه مسرحيه حب سوريا ثم زاد وقتها عملتوا حب ستوري وقلبتوا الدنيا وسنعود الكلمة جوست مع الواقع زدنا أنه كنا نحكيو يلزم معناها تخي سيريوزمون الثقافة والإبداع في تونس فريمون مهدى مش كان مهدى خاطر مش حكاية سانسور ولا
ليبرتي ديكسبرسيون بركه مهده على خاطر اي الفنون موجوده ما نقصد مهده زاد على خاطر لو تيران لو بيزاج تاع المسرح في تونس كون خا مسابوغير مسابوغير على خاطر العباد مش عارفه الناس تحب تخدم تحاول تخدم مي ما فماش المشروع تاع الدوله وما فماش لي مويان واليوم يعطيك 20 مليون باش تعمل روايه اللي هي على الاقل روايه تلزمها 100 ولا 150 دونك سي اون اوتر فورم دونك يلزم الجمهور هو اللي يجي يدافع على المسرح نتاعو على المسرح اذا يحب احنا نشوفوه في الكوره معناتها في الرياضه اللي معناتها الناس تمشي معناتها تشجع ليكيب خلي في الفن معناتها اللي احنا اون ريبريزونتي تونس في الالعاب الاولمبيه الثقافيه ولا واحد تلفت لنا كان جات هون ولا شوت ولا حاجه راهو قامت القيام بون لا محل جاميتون و سي اون بيرج توندو ليكم انتوما شمس الفام ولي ميديا يا دو كوا راهو فيغ un bilan et une recherche et des émissions à travers les pays parfaits profondément mais je sais pas si on a des revendications manières professionnelles juste bien sûr femmes ou elles sont légitimes ama masqlet el mashrou' el mashrou' w masqlet haqq kol mwatn fi el thaqafa w el fn nbdaou nsalou el abed aida tal kalam thaqafiyat w mashrou' thaqafi w En tout cas, شفنا عدد منهم الأحزاب قبل الانتخابات وحضرنا في اجتماعات وحكينا معهم والمشاريع كانت ضعيفة برشا وقت اللي ماهيش من عندنا جميعا. بالضبط هذا هو. بون يقول لي لازم نحكيو سويع على سويع. ميرسي بوكو أنيسة داود، ميرسي بوكو لطفي عاشور. موعدكم غدوة مع مقبات ليلى أنبان مدمج بيض غدوة راس مريم تاع الليل في فن الرابعة في Voilà, Inch'Allah, t'as nous deux là, tu peux jouer. On a fait le kiff à la représentation qu'elle a voulu à Pacha où le jambour. Ça roule en fait une féralée pour le tout faire à la Mans, mais qu'elle n'a pas fait tout. C'est normal. C'est beau ça, à nos collègues, à la Tawa, justement, les hommes de Harbo, notamment Medin, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les moyens, تجربة هذه حبينا نهزو بالضبط نفس العرض مع الميم زيكزيجونس تكنيك اكسيتيرا صارت الكيف صار حلوه خاطر في مركز الفنون الدراميه والروحيه لكن في داخل الجهات الاخرى راهي معركه كبيره احنا نحبوا نفوزوها وان شاء الله يوفى بالفوز ميرسي انيسة داود ميرسي لطفي عاشور شاتوري فلان ميرسي تونس ميرسي طولنا شمس شمس FM وين انتي وين احنا